كانوا صعب يالف وشو غفير. ايه يا معلم عماد ده؟ مش هو ده الشغل اللي اتفقنا عليه؟ اه يا فتاح يا عليم، هو البعيد نظره ضعيف ولا حاجة؟ الشغل ده اي كلام يا معلم. امسك العقل واعقل كلامك يا جدع. انت لو هتبرطن بكلام كتير ومش هتحترم سمعة المكان اللي انت واقف فيه، يبقى تروح تعمل شغلك برا عند حد تاني. المعلم عماد قال اللي عنده خلاص، فما تنهدش كتير وتوجع قلبنا معاك. يعني اخر جوازة البنت لغاية دلوقتي وتقول لي شوف حد تاني؟ الكلام ده ما يرضيش ربنا يا جدعان. لا اله الا الله، انت راجل انت ولا عاجبك كده ولا عاجبك كده؟ انا عارف يا اخي، اهي بلاوي بتتحدف علينا. بس انت وهو عايز يا حاج؟ انا مش هستلم الشغل ده. ماشي عصام، ادي الحاج 5 بواكي وفضها سيرة وربنا يعوض علينا. 5 بواكي يا معلم؟ انا مديك 15,000. وطي صوتك، مش اشترينا خامات؟ مش في صنايعية اشتغلوا مكان ضر؟ مش كل دي تكلفة؟ ولا انت عايز ناكل عرق الناس؟ مش الصنايعية دي عندها بيوت وعيال عايزة تاكل؟ ولا عايزنا اطلع ظالم في الاخر؟ عايزنا اطلع ظالم؟ يرضيك يا عصام؟ لا يا معلم ما يرضنيش. يرضيك يا هشام؟ لا ما يرضنيش. اهو ما حدش يرضيه. احمد ربنا ان هديك 5 بواكي ولا سيبهم عليك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. سيبني بقى يا عم. اه يا دي خير يا رجاله، في ايه؟ جاي ايه اللي ادبه علينا في قلب معرضنا؟ الله، سيب الراجل يا عصام، ده قد ابوك. بس يا دي عبيط انت. طب سيبوا عصام، خلينا نتكلم بالهداوة. ما حدش طلب منك تتدخل يا رز، ده شغلنا احنا، يعني يخص ولاد الدمياطي وبس. يعني تتكل على الله وتروح المعرض بتاعك. مش عيب اخوك الصغير يبقى اعقل منك ابو قصه؟ خير يا حاج، ايه اللي حصل؟ فضلت سيبهم 2 شهر، وبعد شويه قالوا لي الاسبوع الجاي، وبعد كده قالوا لي بكره، وبعده فضلت صابر. عايزين يسلموني عفش قديم، حتى فلوسي مش عايزين يدوهاني. حقك عليا يا حاج، بس عشان خاطري استلم الشغل ده، وليك عندي أوضة أحسن منها وبنص التامن، ولو عايزها من غير فلوس خالص عناية ليك. يلا حلاوة نجاح أخويا زين ونجاح أخوهم فاروق. يلا يلا تعالى معايا أشوف إيه طلباتك. عماد جاهز الأوضة للحج وحملها له، بلاش الشغل بتاعك وده. ها فهمني أنت. تعالى حج. وقد صرنا به الآن.